أحضر هذا الملتقى، ولعله الإطلالة الأولى بعد عودتي إلى البنك المركزي العراقي، احتراماً وتلبية لدعوة فخامة الأخ الدكتور برهم صالح ولهذا الملتقى الرائع الذي اعتدنا أن نحضر كل عام ويزخر بكل ما هو ضروري وأساسي في النظرة إلى الواقع من مختلف أبعاده. الحقيقة عادة البنوك المركزية ما تتحدث كثير، لكن في واقعنا يبدو أن الحديث ضروري في بعض الأحيان، خاصة عندما تطفو على السطح بعض الظواهر. بالتأكيد البنك المركزي العراقي وكما هي البنوك المركزية في كل العالم تعنى بمسألة السياسة النقدية، والسياسة النقدية تنطوي على هدفين أساسيين، هما الحفاظ على المستوى العام للأسعار أي قوة العملة محلياً، وسعر الصرف الذي يمثل قوة العملة خارجياً. ولعل هذا الهدف في كثير من البنوك المركزية في العالم هو الهدف الأساس وبعضها الوحيد، ولذلك بالتأكيد تركيز البنك المركزي في النظر إلى هذين الموضوعين أولوية كبيرة وأساسية، ويستنفر كل طاقاته وقدراته ورؤيته في سبيل وضعها في الاتجاهات الصحيحة. بالتأكيد التضخم وسعر الصرف تعرض منذ عامين حوالي إلى ارتفاع، بعد أن شهد سعر الصرف والتضخم استقرارين. نلاحظ أن هناك نمو في العرض النقدي أستطيع أن أقول بمعدلات شاذة وكبيرة جداً، يعني في الربع الأول من عام 2020 كانت العملة المصدرة حوالي 53 تريليون دينار، في الربع الأول من 2023 الآن يعني تجاوزت 93 تريليون، وهو نمو كبير جدا، يعني عاصفة كبيرة في هذا الاتجاه. يعني إذا أخذنا احنا ب 2004 كان العملة المصدرة حوالي 6 تريليون دينار، إلى 2020 أصبحت 53، خلال سنتين أصبحت 93، فهذا طبعا نمو غير طبيعي مثل ما بينا، خاصة مع عدم وجود قاعدة وتنوع إنتاجي محلي في العراق. هذا يقود إلى مزيد من الضغط على الأسعار وعلى زيادة الطلب على الاستيرادات الخارجية، وبالتالي الضغط على البنك المركزي وعلى احتياطيات البنك المركزي. والجانب الآخر المتعلق بسعر الصرف وارتفاعه، الحقيقة هناك عاملان أساسيان في هذا الجانب، عامل مستحدث أو طارئ أو جديد، وعوامل مزمنة أخرى. العامل الجديد الحقيقة يتجلى بزيادة وتيرة الطلبات، اعتماد المعايير والممارسات الدولية في عمليات التحويل الخارجي. الحالة المثلى التي يمكن أن يستقر بها سعر الصرف هو استجابة البنك المركزي للطلب على الدولار بدون أن يضع قيوداً عليه، هذه الحالة الطبيعية. ولذلك قانون البنك المركزي ينص على أن البنك المركزي يبيع القطع الأجنبي بدون أن يضع قيود، ونص العبارة في المادة هو البيع البسيط غير المشروط. هذا هو الحالة الأمثل التي يستطيع البنك المركزي أن يحافظ بها
على استقرار سعر الصرف، أي الاستجابة لكل طلب على الدولار. وهذا متيسر للبنك المركزي أن يقابل هذا الطلب بعرض الدولار بمستوى هذا الطلب. لكن المشكلة أو الجديد هو أن هناك مزيد من الضوابط والمعايير والإجراءات الدولية في التحقق من عمليات البيع والشراء للعملة الأجنبية. طبعاً مع تزايد حرب العملات الدولية والعقوبات التي تحصل على بعض الدول أو على بعض الكيانات أو على بعض الأشخاص، وضع مزيد من الضوابط والقيود أكثر وأكثر. ولذلك أصبح البنك المركزي بين يعني في عملية توازن معقدة بين أن يحقق البيع البسيط غير المشروط حتى لا يجعل هناك مجال لفرق السعر أو المضاربة، وبين تطبيق هذه المعايير التي تتطلب التمحيص والتدقيق والمراجعة لكل العمليات. وطبعاً في حالتنا مع الأسف يعني البنك المركزي يتحمل أعباء إضافية في تطبيق هذه المعايير بسبب غياب الدور المؤسسات الأخرى التي هي مسؤولة أو تساعد في عملية التحقق من العمليات. على سبيل المثال، لو كانت المنافذ الحدودية لدينا على درجة كبيرة من التنظيم وتسجيل العمليات بشكل صحيح، هذا يمكن البنك المركزي أو يمكن كل الأطراف من معرفة الدولار الخارج ومطابقته مع هذه العمليات. لكن مع غياب هذه، يعني هناك ثغرات كبيرة في كما تعلمون في مسألة المنافذ الحدودية، بعضها مشخص من سنين طويلة وبعضها تستجد بالخبرة ممارسات أخطر، ولا أدخل في هذا التفاصيل في تفصيل هذا الموضوع، لأن هناك كثير من الممارسات التي تعقد عملية الرقابة على التحويل الخارجي ومطابقتها مع العمليات التجارية وغيرها. ولذلك الحقيقة البنك المركزي يتحمل عبء إداري وتنظيمي وفني كبير جدا في محاولة مطابقة الأرقام والتحقق من صحة العمليات، ونوظف ونصرف ملايين الدولارات على برامج وأنظمة في سبيل السيطرة على هذه العملية. فإذا الحقيقة الموقف اليوم هو أن البنك المركزي لديه القدرة والرغبة، وبالعكس يعتقد أنه هذا الطريق الصحيح لتحقيق هدفه في أن يستجيب للطلب على الدولار مهما كان حجمه. لكن ولذلك البنك المركزي الآن في مثل ما بينت في موقف يستطيع أن يعرض الدولار على مستوى الطلب، لكن الذي يقلل هذا العرض هو لا تزال فئة من التجار وغيرهم غير يعني مستعدين للدخول بهذه العمليات ضمن هذه الضوابط والإجراءات، ولذلك هناك نقص في عملية تغطية الطلب. يعني إذا نمشي على المعدلات الموجودة في الطلب على الدولار عن طريق الحوالات والاعتمادات، فهي لا تغطي إلا نسبة ضئيلة من التجارة الحقيقية للعراق، ولذلك هذه الفجوة الآن نحاول ردمها من خلال إيجاد وسائل متعددة لكسب هؤلاء ودخولهم في العملية ضمن ضوابطها الصحيحة. Thank you. If I can encourage everyone to keep your answers a little bit briefer. We have a lot to get through and short on time. Just one last question, Mr. Alaq. Do you need a... Can we get him a new headset? I've got one here, if I can give that to you. Thank you.
One more question from Mr. Allaq, if you can keep it quite brief. Thank you. With the new budget, there's going to be a 63 trillion dinar deficit. How is the government going to finance this deficit rather than coming to you at CBI, which, as we note, is an independent entity, and the three other government banks, government-owned banks, to take up more of that liquidity? I note that the government hasn't really repaid those previous debts on CBI's balance sheet. They repaid a bit last year when there was a surplus, but then the government asked CBI to cancel the repayment and return the money. هناك عجز كبير للغاية. كيف سوف تحاول الحكومة أن تعوض عن هذا العجز وعدم الذهاب إلى البنك المركزي أو البنوك الأخرى من أجل الطلب من سيولتها؟ وأنا أعلم أن بالتأكيد الحكومة لم تقم بتسديد كل الديون التي لديها، ولكن عندما طلبت الحكومة من البنك المركزي من أجل السيولة من أجل تعويض هذا العجز، هل سوف يتمكن البنك المركزي من تكفية هذا العجز أم لا؟ بغض النظر بالاعتبار أن هنالك الرواتب الكثيرة لتغطيتها. فيما يتعلق بأمرين، يعني فرصة للتعليق قليلا على الموازنة العامة للدولة، والتي أصبحت تحمل ظاهرة الاعتماد على البنك المركزي في تغطية العجز في الموازنة العامة للدولة، وهي ظاهرة بصراحة خطيرة جدا. اعتماد الحكومات أو بعض الحكومات على البنك المركزي في التمويل الحقيقة يهدد الاستقرار النقدي، وهناك كما تقول خبيرة دولية بأن الحكومات بدأت تدمن على الاستعانة بالبنك المركزي، وهذا الإدمان يسير بوتيرة تصاعدية، ولكنه يهدد الاستقرار النقدي في الدول التي تقوم بذلك. احنا الحقيقة العجز في الموازنة إذا كان ممول من قبل البنك المركزي فهذا هو الضد النوعي للسياسة النقدية. يعني هناك علاقة عكسية تماماً بين عجز الموازنة الممول من البنك المركزي والسياسة النقدية، لأن هذا يعني في الحالة العراقية بأن الحكومة تأخذ من البنك المركزي، تسحب مرتين. المرة الأولى عندما تبادل الدينار الدولار بالدينار، يعني تبيع للبنك المركزي الدولار وتقبض دينار، وترجع مرة ثانية تأخذ دينار على طريق الاقتراض أو الحوالات أو غيرها. وهذا حقيقة إلى علاقة بمسألتين. المسألة الأولى هي تضخيم الكتلة النقدية وآثارها على التضخم، والسبب الثاني هو الضغط على احتياطيات البنك المركزي. وظاهرة العجز في الموازنة رغم أن قانون الإدارة المالية حددها ب 3%، لكن لا تزال اليوم، يعني أنا أتذكر في عام 2017 الحكومة العراقية ضمن وثيقة أو برنامج السياسة الاقتصادية المقدم إلى صندوق النقد الدولي كانت قد أعطت وعد بأن يكون العجز صفر بحلول عام 2021. في ذلك الوقت كان العجز 14%، عجز الموازنة 14% من الناتج المحلي الإجمالي. الموازنة الآن عجزها يتجاوز 25% بدل من أن يكون الصفر من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه يعني مسألة كبيرة وخطيرة جدا. اللجوء إلى البنك المركزي لمعالجة الاختلالات في السياسة المالية ظاهرة خطيرة تستوجب التوقف عندها، لأنه الحل هو في تصحيح الاختلالات في الهيكلية الاقتصادية والسياسة المالية، وليس عبر الضغط على البنك المركزي بتمويل عجز الموازنة عن طريق تغيير سعر الصرف أو عن طريق الإقراض. هذا موضوع بصراحة كبير جداً، يمكن أن يكون محل نقاش واسع على مستوى وطني وتفهم
كبير من قبل الجهات المعنية من البرلمان ومن الحكومة. الكثير تعتقد بأن احتياط البنك المركزي هو فائض لدى البنك المركزي، وهذا الفهم الحقيقة يقود إلى قرارات وسياسات خطيرة جدا، لأنه هو يمثل غطاء العملة المحلية، وهو يمثل الدفاع عن 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 سعر الصرف. فيما يتعلق ب If you would like to finish, that we can move on to the next question. I'm so sorry, but we're really short on time. لكن لدينا وقت محدود للغاية، فهل أنا أنتقل لسؤال آخر إن كان هذا ممكن؟ بس على موضوع فيما يتعلق بالنسبة للتحويلات عن طريق التي بي آي للإقليم، كان هذا. We'll get to that. But if you'd like to just wrap up with that last remark. أعتقد الآن الموضوع أصبح يعني واضح، وهناك اتفاق في هذا الإطار، وفعلا يعني عملية التحويل تتم الآن بشكل سلس، ولا توجد مشكلة في هذا الجانب إن شاء الله. Thank you.